بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا مع الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله، ونفعنا الله بعلومه وبعلوم مشايخه وتلامذته ومحبيه في الدارين آمين، وجزاه الله عنا خيرا. لما بين في الحكمة السابقة أن الله سبحانه وتعالى يتعرف على عباده بالجمال، فيحتاج هذا التعرف إلى الشكر، ويتعرف على عباده بالجلال فيحتاج هذا التعرف إلى الصبر، فالناس يتقلبون بين الشكر والصبر. انتقل بعد ذلك على سبب استمرار التعرف الجمالي، وهو شكره. إن لم تشكر التعرف الجمالي انقلب إلى جلال، فقال: من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها، ومن شكرها فقد قيدها بعقالها. ولئن شكرتم لأزيدنكم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أي إن الله لا يغير نعمة أنزلها على قوم وأنعم بها عليهم حتى يغيروا ما بأنفسهم بكفرهم وبنسيانهم المنعم وباستعمال النعمة في معصية الله عز وجل. والعقال هو ما تقيد به البعير، وكأن الشكر هو الذي يقيد النعمة فيحفظها عندك. قال في لطائف المنن، لطائف المنن للمصنف برضه لابن عطاء الله السكندري، برضه له كتاب اسمه لطائف المنن: الشكر على ثلاثة أقسام: شكر اللسان، وشكر الأركان اللي هي الجوارح يعني، وشكر الجنان اللي هو القلب. وهي بيني وبينك هي كلها حاجة واحدة، لأن اللسان برضه من الجوارح، فاللسان من الأركان، فهي إما شكر أركان يعني شكر ظاهري بالأركان الظاهرة، أو شكر باطني وهو بالجنان بالقلب، يبقى هي كأنها نوعين بس. لكن تعارف العلماء على مر العصور إن هم يفصلوا اللسان لوحده عن بقية الجوارح، ويعتبروا الجوارح هي كل الحواس عدا اللسان، بقى خرجوا اللسان منها على أساس عظم شأن اللسان وما ينبني عليه من مخاطر، ففصلوه عن بقية لدرجة ان جميع جوارحك كل يوم تستعيذ بالله من لسانك، وتقعد تتحايل على لسانك تقول له اتق الله فينا هتودينا في دهن. كل الجوارح قاعدة تتحايل على اللسان لحسن يوديها في دهن. وهل يكب الناس على وجوههم في النار الا حصائد ألسنتهم؟ فشكر اللسان التحدث بالنعم، يعني ربنا سبحانه وتعالى أعطاك علما، فإن لم تنشر هذا العلم بلسانك ابتغاء وجه الله نقص هذا العلم بل يضيع من قلبك. فإذا أعطاك الله مثلا قرآنا، وهو أفضل العلم، أفضل معلوم هو كلام الله عز وجل، فإذا أعطاك قرآنا فلم تشغل به لسانك تنساه على طول، مهما كنت حافظه ومتين اهجره كده شوية يهجرك قبل أن تهجر. وكذا كل علم في الدنيا، علم في الطب، علم في الهندسة، في علم في أمور الدنيا، في أمور الآخرة، إذا كتمت العلم ولم تتحدث به بلسانك ابتغاء وجه الله لنشر العلم، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. أنت من ضمن اللي أوتوا الكتاب؟
مش انت اوتيت القرآن والسنة هو ده الكتاب. فاذا اوتيت علم يطلبه القرآن والسنة كاللغة العربية مثلا او علم الحديث او اي علم اخر او علم يحث عليه القرآن والسنة لاحتياج الناس كعلوم الطب وعلوم الهندسة وعلوم تجيش الجيوش وغير ذلك مما يحتاجه الناس وعلم البناء وعلم كل ما يتعلق بحياة الناس، فكتمت هذا العلم تخضع في هذه الآية وتقع تحت طائلة هذه الآية. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، يعني أوتوا العلم، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس، يبقى العلم شكره تبيينه، ولكن خد بالك وانت بتبينه يبقى لوجه الله مش عشان الشهرة ولا علشان الدنيا، لان آفة العلم ابتغاء غير وجه الله. فيبقى انت لازم تبينه وفي نفس الوقت تتجنب ان يكون الغرض هو الدنيا ولكن يكون الغرض هو الله سبحانه وتعالى. يبقى شكر اللسان التحدث بالنعم، بنعم الله. قال سبحانه وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث. وشكر الأركان العمل بالطاعة. قال سبحانه وتعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وأقام صلى الله عليه وسلم الليل حتى تفطرت قدماه، فلما سئل هون عليك يا رسول الله تفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. يبقى كان يقوم بالشكر بالأركان، إنه يبذل الجهد في طاعة الله سبحانه وتعالى. وشكر الجنان بالاعتراف بأن كل نعمة من المنعم، مش أتيته على علم عندي زي الجرع الكافر بتاع زمان ده قارون وغيره واللي يمشي على نفس نهجه، او اتتوه كابرا عن كابر، ده انا اصلي من عيله كبيره وعيلتنا احنا مورثين الفخامه والعلوم والانساب والاحساب دي كابرا عن كابر، كانه بينسب هذا الفضل الذي هو فيه الى عائلته او اسرته او الى عظيم او الى مسؤول من المسؤولين او الى ابائه او الى نفسه. قارون نسبها لنفسه، وفي من الناس من ينسبها لغير نفسه، ولكن يقول ده انا ربنا لولا فلان ما كنتش بقيت كده، نسب النعمة اللي هو قائم فيها لفلان، في حين ان فلان ده لو جاء النعمة على يده وجب عليك ان تشكره، لان النعمة يسرت على يده لا لكونها منه، بل يسرت على يده، ولكن المنعم هو الله، فعليك ان تشكر الناس لأن الناس سبب لجلب هذه النعمة، فتحترم الواسطة، تحترم السبب الذي سببه الله. الله سبحانه وتعالى هو الهادي، ولكن عليك أن تحترم سبب الهداية وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحب سبب الهداية وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبجل سبب الهداية وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الهادي هو الله، واضح؟ لكن عليك أن تحترم السبب الذي جعله الله سبحانه وتعالى سببا لهدايتك، كما عليك أن تحترم مثلا آبائك لأنهم سببا في وجودك، سببا في وجودك الظاهري، وإن كان في الحقيقة الذي خلقك هو الله، لكن عليك أن تحترم الأسباب، تحترم الأسباب، ولكن لا تعتقد أنها هي التي جاءت بالشيء، الشيء جاء من الله، خدت بالك؟ فدي نقطة مهمة، كونه جاء من الله مش معناه تحتقر السبب، لا، من لم يشكر الناس لا يشكر الله، قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى شكر الجنان بالاعتراف بأن كل نعمة بك أو بأحد من العباد هي من الله. قال وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. النوع الأول اللي هو شكر اللسان التحدث بالنعمة، قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم التحدث بالنعم شكر. يبقى أما يقعد عالم من العلماء يقعد يعلم الناس، يبقى تعليمه للناس ده تحدث بنعمة الله عليه، لكن ربنا علمه فقعد في بيته قال أنا مالي الناس بتهجم علي وبتتخانق معايا ومتفرقين ومختلفين والتعامل مع الناس مشكلة، وعمرك ما هتدرك رضا الناس، ورضا الناس دي غاية لا تدرك،
ويبتدي يبرر لنفسه فيعتدي ويقفله على نفسه. هتبص تلاقي العلم اللي هو عنده ده اما يقل فيقبض منه او يظل في قلبه شاهدا عليه يوم القيامة ضده، يجي شاهد عليه ضده انه كتمه في قلبه. خدت بالك؟ فدي نقطة اهم، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال التحدث بالنعم شكر. الناس متصورة التحدث بالنعم يعني تقعد تقول للناس انا اكلت بطة النهاردة وامبارح كلنا تفاح وعندي 10 بدل وعندي عربيتين 3 وعندي مش عارف. المسألة مش هي كده، المسألة مش بالصورة دي. صحيح ربنا سبحانه وتعالى يحب اثر النعم على العبد، لكن مش تقعد انت مع ناس ما بتاكلش لحمة الا مرة في الشهر تقول لهم انا النهاردة اكلت، ما يلقش يعني، تكسر خاطرك. واصل تقول اصل ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال التحدث بالنعم شكر، لا، المسألة مش بهذه الصورة. ففي نعم ظاهرة تظهر عليك في الملبس، في هيئتك دون تكبر على الناس، دون تكبر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس احسن الثياب، وكان تأتيه مرة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم جبة هدية يقال ان ثمنها مش عارف كام الف دينار، يعني ثمنها يجيب حوالي 20 جمل. شوف انت 20 جمل ثمنهم قد ايه دلوقتي؟ حوالي 20,000 جنيه مثلا او 30,000 جنيه. هي جت للنبي جبه ثمنها 30,000 جنيه جب. انت ظن انت ما تتخيلش ان يجي لك بدله ثمنها حتى 5000 جنيه ولا 6000 جنيه. جاءت للنبي هذه الجبه، واول ما لبسها صلى الله عليه وسلم واحد من الصحابه عجبته قوي، قال له اعطنيها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الرسول محتاجها يقابل بيها الوفود، حاجه فخمه بقى يقابل بيها الوفود، هو فخم من غير حاجه صلى الله عليه وسلم، مش محتاج حاجه تفخمه، هو فخما مفخما، فخما في نفسه مفخما من غيره صلى الله عليه وسلم، لكنها هي حاجه من زينه الدنيا. فشبط فيها واحد من الصحابه قال له هي دي، وعارف ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما يردش حد، فراح الرسول صلى الله عليه وسلم قلعها والذهب. فالناس ايه لموه، قالوا له كده تاخذ شيئا من رسول الله وتعلم انه لا يرد سائل وهو محتاجا اليها، كده تعمل كده؟ قال لهم والله لم اخذها لاجل الدنيا، ولكن اخذها لكي اجعلها كفني بعدما مست جسد النبي صلى الله عليه وسلم. فهيدفن بقى في كفن بقى فخم قوي. الناس اليومين دول لما واحد يجي يعمل له كفن فخم شويه يقولوا له ايه الكلام الفارغ ده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب سحوليه. الرسول صلى الله عليه وسلم كفن لان الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يكون قدوه للفقير، فلا يكسر خاطر الفقير. ولكن لا بأس إن كنت عندك استطاعة وعايز تتكفل في حاجة فخمة كده، ما يضرش يعني، بلا إسراف، كل واحد حسب إمكانياته، على الأقل تكون في حرير، لأن لبس الحرير حرام للرجل. بس فالتحدث بالنعم شكر. وأهم نعمة هي نعمة الديانة، نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. نعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفى بها نعمة، نعمة معرفة الله عز وجل وكفى بها نعمة، نعمة القرآن وكفى بها نعمة. فلما تقل خلي كلامك حول الله وحول نبيه وحول أحكام الإسلام ومراد الله من عباده وحول ذات النبي صلى الله عليه وسلم وما حوت من أسرار يحتاج الناس أن يعرفونها ليتعلقوا بهذه الذات الشريفة التي جعلها الله سبحانه وتعالى واسطة بينه وبين عباده، كل هذه المعاني ده تحدث بالنعم. فتزيد كل ما تيجي تكلم الناس في النبي يزداد حبك للنبي، كل ما تيجي تكلم الناس في الله عز وجل يزداد معرفتك بالله، كل ما تيجي تكلم الناس في الإسلام تزداد معرفتك بالإسلام، وهكذا. بس بشرط أن يكون هذا العمل كله لله خالصا، مش عايز شهر، ما تفرقش. وعشان كده العلماء زمان ما كانش يفرق هيجي له كام واحد في الدرس بتاعه، ما تفرقش خالص، جاله واحد ما جالوش يقعد في الدرس، ترجع بعدهم كان يقعد يدي الدرس لو ما جاش حد، يقول لك ما هو في جن مسلم بيسمع، لان هم ما كانوش يبصوا للدنيا. درجه الامام ابن مالك صاحب الالفيه كان يقعد يخرج يمشي في الطرقات يدور على واحد يقول له، بس نفسه يدور على واحد يجيبه ياخده امام المسجد يشرح له الالفيه بتاعته اللي هو كاتبها، عشان يعني ما يلاقيش ولا واحد، يقعد يلف لدرجه كان عايز يدي للناس فلوس عشان يقعدهم يشرح لهم، وما اتعرفتش الالفيه واشتهرت الا بعد وفاته، واتعرفت قيمتها بعد ما مات. يعني هو عملها وما خدش حظه منها في الدنيا ولا الشهرة بتاعتها في الدنيا، اشتهرت بعد وفاته، وهو في حال حياته يلف يدور على الناس يلمهم عشان يلمهم كله يفر منه. ايه الكلام اللي انت هتلمنا ده؟
لان عايزين نقعد في الاسواق نتاجر ويزيد المال وهكذا. فالعلماء كانت تعمل الاشياء لله، هذه الاعمال لله، وعشان كده ما يغركش الجامع مليان مش مليان ما تفرقش. يمكن ربنا يبارك في تلميذ واحد فقط هو ده اللي يحضر، وربنا يهدي بهذا التلميذ الاف مؤلفه بعدك وتبقى في صحيفه الحسنات وانت مش واخد بال. وبعدين في علماء بتدرس وبيبقى حاضر جن مسلم فممكن الجن يستفيد وهكذا، فانت ما يغركش. بل امتلاء المساجد وكثرتها كثره الطلاب على العلماء ساعات تكون فتنه للعالم. فالانسان يحمد ربه اذا كان عنده طلاب كثيرين، فيحمد ربه لانتشار العلم على يده والثواب، لكن يراقب نفسه حتى لا تحدثه نفسه بطلب الشهره. واللي ما عندوش شهره يستمر في تدريس العلم ابتغاء وجه الله ولو لطالب واحد، المهم علشان يعني يثبت عنده هذا. ومن النوع الثاني اللي هو التحدث نعمة الأركان، شكر الأركان، نعمة الأركان، إن النبي قام الليل حتى تورمت قدمه. يبقى النوع الأول قال التحدث بالنعم شكر، والثاني قيامي حتى تورمت قدمه. سئل أبو حازم رضي الله عنه ما شكر العينين؟ العين دي مش نعمة؟ نعم. قال إذا رأيت بهما خيرا أعلنته، وإذا رأيت بهما شرا سترته. مش تبقى راجل فضوحي؟ ده أنا كنت ماشي امبارح وشفت فلان ماشي مع فلان، وشفت علان ماشي مع علان وبيتفقوا على كذا، وشفت الشيخ اللي بيصلي معانا في الجامع ده شايل إزازة خمرة مخبية في العباية بتاعته وطالع بيته. فضحت، ما يليقش، فهمت؟ ما يليقش خالص. نعم، ده في الحكم. الحاكم لما يجي زاني وزانيه ما ياخدوش رأفه ويقول دول معلش عيال صغيرين بقى، لا يجلدهم، ده الحاكم. انما المسلم مطلوب ان يستر اخوه المسلم. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره. ده انت لو رأيت واحد بيزني ورحت قلت للحاكم وما جبتش اربع شهود، انت اللي هتترزع 80 جلد. كان الاسلام يحث على الستر. شوف قد ايه يحث على الستر، مش عايز فضايح. ومنين؟ من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره. هو المسلم عايز يستتر الا اذا كان في خطيئه او في معصيه؟ ما هو لو كان في حاجه كويسه مش محتاج يستتر. ما تقول بقى ادام حاجه كويسه مش هيتضايق منها. لكن ده هو عايز يستتر لما يبقى هو في المعصيه. وتيجي انت عينك تقع عليه هنا بقى عايز الستر، كانك ما شفتش، كان قبر دفنته ولا اقرب الناس تقول له. خدت بالك؟ استر عليه. طب روح بلغ عنه. خلاص روح، ما يجراش حاجه، بلغ عنه. اللي انت تلاقيه ضميرك مستريح له اعمله. خد من كلامي على قد ما تفهم ونفذ. يبقى اذا رايت بهما خيرا اعلمته، واذا رايت بهما شرا سترته. قال فما شكر الاذنين؟ قال اذا سمعت بهما خيرا وعيته، واذا سمعت بهما شرا دفنته. كانك ما سمعتوش. الامام الشافعي يقول وعينيك ان ابدت اليك مساويه فقل يا عين للناس أعينه. فهم؟ لسانك لا تذكر به عورة امرئ. واخد بالك؟ مش بيقول له بيقول كده؟ وقل للناس ألسنوا. فكلك عورات وللناس ألسنوا. فأنت لما تكف لسانك أنت تملك لسان نفسك، ربنا هيكف عنك ملايين الألسنة. لكن اما تشغل لسانك زي المبرد ملايين الالسنه شغاله عليك، وكذلك عينك. قال فما شكر اليدين؟ قال لا تاخذ بهما ما ليس لك، ما تمدش ايدك على حاجه مش بتاعتك. يبقى لو يمشي بالطريقه دي مش هيحتاج يرشي واحد عشان ياخد حاجه مش حقه. فهمت بقى؟ اتحلت المشكله بتاعتك، فمش هتجد مرتشي. ما انا بقول لك ومال، أو الناس قاعدة بتفضح بعضها والمجتمع اتصلح؟
طيب يبقى انت افضح الناس لحد المجتمع ما ينصلح. ما يجراش حاجة، افضح الناس انت لحد ما المجتمع ينصلح على ايدك ان شاء الله. يبقى لا تأخذ بأيديك ما ليس لك. في المواريث تجد واحد من الاخوة يطمع في حق اخواته، عايز ياخد احسن حاجة، ما يليقش، هو مربي ده انه قد كده وبيجي يصلي معانا ومعاه سبحة الف كل يوم، يستغفر الف ويصلي على النبي الف، واول ما ابوه يموت يقول لك انا عايز الحتة دي دونا عن اخواتي، اصل انا الكبير وانا اللي تعبت مع ابويا وانا مش وعايز استأثر بنصيب الاسد في الارث. مش ده بتحصل في كل اسرة؟ يبقى ده ما اداش شكر اليدين، لانه خد ما ليس له. تبص تلاقي اللي بيعمل كده ربنا ما بيباركلوش، والاخ اللي اتظلم في الارث تلاقي ربنا يبارك له ويغتني من باب تاني، ودي بتحصل على مر العصور. تملي كده. يبقى لا تاخذ بها ما ليس لك ولا تمنع حقا لله فيها. فهمت؟ ربنا سبحانه وتعالى امرك انك انت تعطي الزكاه، تعطي الصدقه، تعين المظلوم، تساعد الضعيف، يبقى تعمل كل ده شكر اليد. قال فما شكر البطن؟ قال ان يكون اسفله صبرا واعلاه علما. يعني اذا ما كانش معاك حاجه اصبر على الجوع، لكن ما تاخدش الحرام، ده معناه اسفله صبرا، يعني ادنى حاجه فيه الصبر. واعلاه علما يعني لا تطعم الا وانت تعلم انه حلال. فهمت المساله؟ ودي نقطه، تحري الحلال دي عباده غاليه، تحري الحلال دي عباده اصبحت مهجوره في هذا الزمان، الا قليل من الناس اللي تراعيها. قال فما شكر الفرج؟ قال والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. واعلم ان الناس في الشكر على ثلاث درجات، عوام وخواص وخواص الخواص. العوام تشكر عن نعمة بس، واخد بالك؟ انما النقمة يصبر عليها، يقع في مشكلة يقول الحمد لله، لا يصبر بقى، ما هو العوام كده، العوام عنده النعم الظاهرة هي اللي يشكر عليها بس. فشكر العوام على النعم فقط، وشكر الخواص على النعمة وعلى النقمة. شغال هو شاكر على كل حال، لان لما بيجي له حتى حاجة جلالية بيعتبر انها مانع عن شيء قد يكون سببا في البعد عن الله، او انها ترقية، او انها تكفير ذنوب، فيحمد ربنا عليه. طب وخواص الخواص؟ هم مش دريانين اصلا ايه هي النعمة وايه هي النقمة، هم بيتقلبوا مع الله على ما يريد، فلا يروا الا الله منعما على كل حال، فهم دائم الشكر لله ويتقلبون مع الله على ما يريد، مش مميزين ايه هي النعمه وايه النقمه طالما هو مع الله. ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك؟ فاذا وجدت الله لا تفقد شيء ولا يضرك شيء، ولا تجد ان في نقمه اصلا تمسك، وان كنت في نقمه الناس يروها وانت لا تشعر بها، انت تشعر انك انت ما زلت في الجنه مع الله. وأهم نعمة قالها أبو طالب المكي في كتاب قوت القلوب هي نعمة الإيمان والهداية. نعمة الإيمان والهداية، بيقول مثلا في قوت القلوب لو ربنا سبحانه وتعالى جعل نعمة الإيمان والهداية بتتقلب في قلبك كتقلب النوايا في الأعمال، كنت هتعمل إيه؟ تصور أنت نيتك كل شوية في أي عمل بتعمله بتتغير، كل شوية تتغير، لكن إيمانك بالله ويقينك في الله مستمر لا يتغير، لأنه من الله نعمة. فتصور بقى أن ربنا جعل اليقين ده والهداية دي اللي في القلب دي بتتقلب كتقلب النوايا، كنت هتعمل إيه؟ هتبقى في ضياع. وعلشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم. يبقى الايمان ده نعمه كبيره، نعمه الايمان المستقره في القلب التي لا تتغير ولا تزول كما تتغير وتتحرك النوايا في القلب المتعلقه باعمال الجوارح.
دي نعمة كبيرة الناس مش واخدة بالها منها. في رأي أبو طالب المكي إن دي أكبر نعمة. نعمة الهداية وعدم تعلقها بالتقلب كتقلب النوايا. تشوف اللفتة بتاعت سيدنا أبي طالب، ودي نقطة مهمة. تغير النية، تغير النية دي ملهاش دخل بالزيادة والنقصان، الزيادة والنقصان دي في الإيمان. يزداد بالمعارف وبالأعمال الصالحة، ويقل بالمعاصي وبالحجاب عن الله عز وجل. ده الإيمان يزيد وينقص، الإيمان اللي جوه القلب. لكن في جزء من الإيمان لا يزيد ولا ينقص، اللي هو بينجيه. فهمت إزاي؟ يعني في جزء إيماني ده لازم حد أدنى لكل المسلمين يستووا فيه علشان ما يبقوش مخلدين في النار. الجزء ده، الجزء ده لا تدخله النوايا ولا يتغيرش. فهمت إزاي؟ ثابت. وقد يزيد بعد كده عليه أشياء أخرى، معاني أخرى. الشهادة دي علامتها، لكن أنا بنتكلم على معناها في القلب. معناها في القلب، ما وقر في القلب وصدقه العمل. احنا بنتكلم على اعتقاده اللي جوه قلبه. يعني واحد قال اشهد ان لا اله الا الله زي المنافقين كده، وان سيدنا محمد رسول الله، انتفع بها. طيب احنا بنتكلم على ما في القلب. احنا اللي في القلب. فان غفل العبد عن شكر هذه النعم ثم دامت صورتها عنده. افرض بقى واحد ما بيشكرش النعم، وبالرغم من كده النعم في ايده شغاله وبتزيد وبتستثمر او على الاقل مستمره، يبقى هنا يخاف لحسن يكون ده استدراج. ونستدرجهم من حيث لا يعلمون، ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خيرا لانفسهم انما نملي لهم ليه؟ ليزدادوا اثما. يبقى الانسان لما يكون في ايده النعم وهو بعيد عن الله عز وجل والنعم ما زالت في زياده، يخاف انه يكون مستدرج. من باب ونستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي له. وعشان كده قال ايه في الحكمه التي تليها؟ خف من وجود احسانه اليك. انت مش مشاور عليه. خف من وجود احسانه اليك ودوام اساءتك معه ان يكون ذلك استدراجا. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ياه خلاص. قال سهل بن عبد الله اللي هو التستوري رضي الله عنه: نمدهم بالنعم وننسيهم الشكر عليها، فإذا ركنوا إلى النعمة وحجبوا عن المنعم أخذوا حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا بياتا أو نهارا فجعلناها إيه؟ فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. وربنا قال: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ربنا ينجي. فالواجب على الإنسان إذا أحس بنعمة ظاهرة أو باطنة حسية أو معنوية أن يعرف حقها ويبادر إلى شكرها نطقا واعتقادا وعملا. فالنطق الحمد والشكر باللسان، والاعتقاد شهود المنعم في النعمة وإسنادها إليه، والغيب عن الواسطة بالقلب مع شكر الواسطة باللسان. فهمت؟ الغيب عن الواسطة بالقلب لكن شكرها باللسان. يعني انت قصدت واحد في مسألة في مصلحة خلصها لك، تعرف ان اللي خلصها لك ربك، لكن تشكر ايه اللي قدها لك بلسانه، لكن قلبك يبقى متعلق بالله. لان لو لم يردها الله والله لو سقتلها الناس جميعا ما كانتش تتقدر، فهو قضاها الله سبحانه وتعالى. يعني طب ما انت طول عمرك بتستعين. يكون يعني هذا الشخص ده يعني مش ايه يعني؟ ايه يعني ما يجراش حاجه؟ ادم هو بيفهم في الحاجه دي، في المصلحه دي، هو انت هتتجوزه؟ يعني انت هتروح تتجوزه يعني؟ لا يعني انت مالك بيه؟ مدخن ما بيصليش، لكن هيقضي لك حاجته. هيصلح لك العربيه بتاعتك، عطلت في الطريق الصحراوي وطلع لك ميكانيكي خمرجي. او مسيحي. اقعد انت بقى جنبها في الطريق، قول له انت خمار جاجر يا انت، واقعد انت في الضلمه. يعني يهودي في الطريق.
كبر مخ. ربنا بعت لك ربنا سبحانه وتعالى بيجري النفع للمؤمن على يد الكافر وعلى يد المؤمن. النفع هو الله. خليك جدع. والإنسان لما يشكر الواسطة كفاية يقول له جزاك الله خير، أو يدي له هدية طيبة، واخد بالك إذا كان في ود بينهم، يعني قريبك مثلا وراح عمل لك مصلحة في بلدك وخلصها لك وانت قاعد هنا، وانت عارف ان الراجل ده عنده عيال وعنده مصالح وموظف بسيط، اديله. هيجي لك حاتم يقول لك دي رشوة، يبلغ عنه، مش اشكال بقى، يبقى حاتم يبلغ، لكن دي مسألة تانية، واخد بالك، اديله من ورا حيطة. والحاصل أن الشكر هو الأدب مع المنعم، ومن جاءت على يديه فإن أساء الأدب أدب، وقد يؤدب في الباطن وهو لا يشعر. ودي بقى الأدب اللي يجي في الباطن في الحكمة التي تليها إن شاء الله غدا بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.